السلام عليكم. ان شاء الله النهاردة هشتغل على شنطة خوص بفكرة مختلفة شوية، فكرة صيف والبحر والحاجات دي. فانا عندي ورقة مناديل فيها قواقع وفيها نجمة البحر، هستخدمها مع بعض القواقع الاصلية. كيس كده شارياه من محلات اللي هي بتبيع الاكسسوارات وحاجات كده، محلات 2.5 ممكن، من على شط البحر في عين السخنة أنا جايبة منه. في كمان في محلات اللي بتبيع السمك والزينة، يعني ممكن موجود في كل مكان أو على شط البحر طبعا. أنا هلزق الورقة المناديل مع القواقع بتاعتي على الشنطة. وهشتغل ازاي بقى؟ انا عندي هنا المناديل بتاعتي قطعتها بالشكل ده مع جزء من الخلفيه بتاعه المنديل علشان تبان. ليه انا عملت كده؟ اول حاجه تعمل لي هاله من اللون الازرق لون البحر حوالين القواقع، زائد اني الورقه نفسها بلون الخوص، لو انا قصيت على حرف الرسمه بتاعتي ممكن قوي تتوه مع الخوص ما تبقاش باينه. فعلشان كده انا عملت الجزء اللي باين بالشكل ده. ازاي انا قطعته؟ دي ورقه المناديل وهي كامله، هي دي نصين والنصين التانيين اللي انا قطعتهم، يعني دي واحده واحده. فانا هعمل ازاي؟ باجي على حرف بالشكل ده واقطع بايديا بشكل متساوي، فراغ، يعني الفراغ يكون بشكل متساوي او يكون واضح ان هو مظبوط شويه بالشكل ده. هو كده. واظبط طبعا، اظبط الورقه بتاعتي وابتدي هلزق. هلزق ازاي؟ انا هلزق بالورنيش المائي عادي جدا بنفس الطريقة بتاعتنا التقليدية اللي بنلزق بيها. بضيف، بشيل الورقة الخارجية، الورقة اللي هي ورا، ورقة وادي ورقة تانية، بشيل الورقتين الابيض واسيب الملون هو اللي احطه. فانا هشيل كله وهوزع التنظيم بتاعي اللي انا عايزه اعمله، ممكن قوي بالشكل ده مثلا، شكل كروكي او شكل منتظم، دي حسب الرغبه. هوزع الورق بتاعي، وبعد ما اوزع الورق بشكل يعني يريح عيني هبتدي الزق. وبعد ما الزق بالشكل ده مثلا، بعد انا ملزق اضيف القواقع بتاعتي، اربط بين الورق اللي انا حطاه وبين القواقع علشان ما يبقاش فيه. معلش الشحن فضي، شحنته ورجعنا تاني. عندي دلوقتي هبتدي الزق اول واحده ولتكن النجمه بالشكل ده بالورنيش المائي عادي جدا كده. طبعا بيفضل اللزق على الخوص بورق المناديل عشان بياخد التأثير بتاع الخوص اللي تحت وبيندمج معاه، غير ورق الطباعة. ورق الطباعة طبعا، الا اذا ورق الطباعة شلنا الطبقة التحتانية للورقة، هيبقى خفيف وهيلزق بشكل حلو ويديني تأثير الورق بالشكل ده كده. ونعمل الباقي. هاجي على دي هشيل برضو الطبقات
اللي تحت وألزق. خلص اللزق بالشكل ده، بعدين نرجع نشوف الخطوة التانية هنعمل فيها ايه. كده لزقت الشكلين. عندي حواكه رفيعه بالشكل ده، هضيفها على الإيطان اللي فوق، يديني شكل وكأنه بس اوريكم المجموعه بتاعتي اهي، حاجات رفيعه قوي كده. هلزقها على الايطان اللي فوق اللي هو ده، داير ما يدور اشكال مختلفه، بس المقاس بتاعها يبقى صغير، وكاني شريط من القواقع بالشكل ده. هلزقه بايه؟ هلزقه بشمع، مسدس الشمع هلزق بيه. يبقى انا دلوقتي هلزق ورق المناديل واعمل الشريط ده كله بالشمع، وارجع لكم نكمل مع بعض توزيع الخوص. انا لزقت الورق بالشكل ده، بسيبه طبعا ينشف، على بال ما هو بقى ينشف انا اشتغل. لزقت بالشمع القوقعتين دول على بدايه اليد بتاعه الشنطه. هاجي مثلا هحط هنا الظهر بتاع الشنطه، هشتغل عليها ولكن هشتغل عليها ورق مناديل بس، علشان طبعا ما تبقاش ايه فيها ارتفاعات اثناء ما احنا ماسكينها. بالشكل ده بالشمع ونشيل الزياده. هاجي على حرف الشنطه زي ما قلت لكم، اعمل الاطار بتاع الشنطه كله بحاجات رفيعه، بالشمع. حبيت بس اوريكم، هي طبعا قبة قوي فمش مدياني فرصة ان انا اشتغل. باين كده هعمل كله الاطار. بالشكل ده شايفين، اعمله ونرجع نشوف هنعمل ايه بعد كده. طبعا عندي اشكال حقيقي يعني الحمد لله بصراحة كنز يعني من القواقع عندي، جايبة من اسكندرية شوية وجايبة من محل شوية وجايبة من عين السخنة شوية، فحقيقي عندي بصراحة مجموعة حلوة قوي. فهنقي منها المناسب للشغل، يعني دي مثلا شبه دي بالظبط،
نحطها تبقى حلوة قوي. اهي جنب واحدة ورقة وواحدة قوقعة طبيعية بالشكل ده، باينة هنا كده. هوزع بقى المجموعة بتاعتي ونشوف مع بعض. انا كده خلصت اللزق والتزيين بتاع الشنطة. ده ظهر الشنطة، لزقت ورق بس زي ما قلتلكو، قصقصت نفس الطريقة ولزقتها بالشكل ده. ده ظهر الشنطة. نيجي على الوش، ده كده وش الشنطة. بعد ما اضفت القواقع ولزقت الورق وكمان حطيت ورنيش مائي على الورق من فوق كحماية للوش وللظهر، ده الشكل النهائي. واضفت القواقع على حرف الشنطة من فوق بالشكل ده. كل ده لزق بالمسدس الشمع. ده كده الشكل بتاع الشنطة. اتمنى يعجبكم، وانتظروني في فيديو جديد وفكرة اخرى ان شاء الله.